ريان منيلك، اهلا وسهلا فيك بفوشيا. مثل ما شفنا انه حضرتك انضميتي لمسلسل عأمل، كيف رح نشوفك؟ هل رح تكوني قريب شخصيتك لمسلسل للموت؟ بعدني هلا خالصه تصوير عأمل وجاية. التصوير كتير حلو مع المخرج رامي حنا. شخصية ابدا ما انا مثل الموت، والمسلسل كله مش مثل الموت، يعني حتشوفوا شيء سوبر جديد وان شاء الله تحبه. هل رح تكوني هيك مراهقة بريئة، أو رح نشوفك الشابة اللي رح تنغرم وتعيش حياتها بطريقة مختلفة تماما عن قبل؟ لا ما رح تشوفوني مثل قبل، بس ما رح أقلك تفاصيل أكتر، بس ما بشبه حالي قبل أبدا، يعني أول حلقة أول مشاهد هن صدمة الكبيرة بالمسلسل. أكثر مشاهدك مع مين رح تكون؟ عندي مشاهد مع ماجي بغصن، مع ماريلين نعمان، بديع أبو شقرة، إلسا صغيب، عمار شلق، كارول عبود بلعب ثنائية معها كتير حلوة، وهلأ من بعد عربت بيروت كمان، فالعالم إن شاء الله تحب. دايما ماجي بتكون الأم الحنونة لإلك خلال التصوير بهيدا العمل، هل بلشت اهتماماتها وتحافظ على صحتك؟ بتعقد ماجي، هلأ شفتها اليوم، كان أول يوم تصوير لإلها، دورة كتير حلو، ودائما هي يعني حريصة انه تحافظ على كل شيء عسد، وكتير حنونة علينا دائما. بس بدها تعطيك شوي معنويات ماجي وتقلك خلي عندك امل، او خليك على امل هيدا الموضوع. اليوم ماجي عطتني امل كتير حلو، لانه قالت لي انه انا كتير مبسوطة بشغلك بعرابة بيروت، وكتير حلو اللعب اللي لعبتي والطريقة اللي قدمت فيها سايكو ريما الدور اللي لعبته، فانا بتشكرها دائما وبقول لها ميرسي على كل شيء. بنسالك عن دور السايكو يلي شفناه، قديش تعبك هيدا نفسيا، وهل خليك تروحي لعند حكمه نفسيين؟ صراحه هو الدور اجى بوقت كثير غلط، لانه انا كنت بعدني طالعه من حاله الوفاه تبع البابا، وكان لي انجا شهر وبلشت تصوير، فتعبتني ودمرتني بزياده. انا طبعا شفت حكيم نفساني بعد العمل، لانه كنت كثير بحاله صعبه، وهلا الحمد لله عم نتخطى شوي شوي. خبرينا عن الكواليس المهضوم بين جيسي عبده وبينك وبين نادين الراس. بعد الكواليس المهضومه بكره ان شاء الله مع الوقت بحطها ليبين اكثر مشاهد. انا وجيسي عم نغني، نادين الراس بتعقد ولا اهضم، انا عمار شلا، في كثير قصص مهضومه بكره بتبين كلها. رسالتك لجمهورك عبر فوشيا شو بتقولي؟ بحبكم كثير دائما اللي بيحضروني على فوشيا، وان شاء الله يحبوا. رح تكوني عروس 2024؟ لا. ما في حدا؟ لا.